من المواقف اللي حدثت على شويقي تقريبا قبل 25 سنة إلى 28 سنة، فكان عندنا تمايم بالليل، فكانوا الشيبان رحمة الله عليهم يتقصون مع الضيوف، فكنا قبل ماء الصحة، علب ماء الصحة، فكنا نشيل طياس الماء فوق الضيوف وهم يتعشون. فالظاهر إن شويقي جيعانك اليوم، فكنت راعي للرجال، فارتخت يدي وجت الطاسة وقعت على رأس شايب من الشيبان، فكان الماء بارد، فالشايب يوم نزل عليها الماء شهق، فكان أبوي بجنبي هناك يطالع، فطالع لي مطالعة عرفت إن وراها شيء عظيم، فجاء وعالج الموقف. فهذا موقف ما راح أنساه، لأنه حصل لي حاجة بعد الموقف هذا من الوالد رحمة الله عليه. هذا من المواقف اللي صارت على شويقي وعالقة بالذاكرة لا زالت عليه.